السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears grade 2 in language schools. Math is fun with شيماء سعيد. وكالعادة قبل ما نبدأ فيديو النهاردة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بجميع دروس الترم الثاني اول باول وكمان المراجعات. بفكر حضراتكم انكم لو اول مرة تشتركوا في القناة لازم وانت بتضغط على الجرس تختار الكل، بكده هتكون مشترك فعلي وهتوصلك جميع الإشعارات. لو محتاج أي فيديو من دروس الترم الثاني هتلاقي في الوصف في الديسكريبشن أسفل الفيديو ده رابط قائمة تشغيل رياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي ترم ثاني، وكمان هحط لكم رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن إيه. Today we will have lesson 74 patterns. النهاردة معانا الدرس رقم 74 واللي بيتكلم عن الأنماط. Our key vocabulary today، طبعا كل مرة زي ما حضراتكم متعودين بنستعرض مع بعض الكلمات اللي بتكون جديدة على الولاد واللي محتاجين ان هم يخرجوا من الدرس ده وهم مستوعبينها تماما. كلمة ايه اللي هتكون جديدة عليهم؟ كلمة pattern. pattern، pattern يعني نمط. rule، rule، rule يعني قاعدة. هنعرف يعني ايه pattern ويعني ايه rule بالتفصيل دلوقتي حالا. Over the past few days we discovered that even numbers have a pattern that goes 2, 4, 6, 8, 10 and so on. We also discovered that the odd numbers have the pattern 1, 3, 5, 7, 9, and so on. And let's repeat today, we are going to look at some more patterns. يعني الأيام اللي فاتت دي كنا تعلمنا مع بعض في الفيديوهات وحضراتكم تقدروا توصلوا للفيديوهات بالروابط زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي. اتعلمنا ان في عندي اعداد بتصنف لاعداد زوجية واعداد فردية. الاعداد الزوجية اللي هي الـ even numbers اللي هي بتكون الثنائيات. الاعداد الزوجية دي الارقام الـ ones بتاعتها بتكون 2 او 4 او 6 او 8 او 0، ده اللي بتبقى الارقام اللي موجودة في الـ ones من الـ digits دي كل العدد بيكون even. كمان عرفنا ان في عندي الاود نمبرز اللي بتكون موجود فيها في خانة الوانس 1 او 3 او 5 او 7 او 9، دي الاعداد اللي بتبقى موجودة في الوانس، فبنحكم على العدد كله ان هو اود نمبر يعني عدد فردي. النهاردة هنتعلم مجموعة جديدة من الانماط. تعالوا بينا نشوف اول نمط معانا النهاردة. Look at this shape. Look at these shapes. الأشكال اللي موجودة قدامي دي square, circle, triangle. Square, circle, triangle. اللي بيحصل هنا في عندي blue square, after that red circle, after that green triangle. النمط بيتكرر تاني بنفس الشكل وبنفس الألوان. في عندي مربع أزرق بعديه دائرة وبعديه مثلث أخضر، نفس الموضوع بيتكرر تاني، مربع أزرق دائرة ومثلث أخضر. ده يعتبر pattern. ده يعتبر pattern يعني نمط. في عندي مجموعة أشكال بتتكرر بنفس الطريقة. Another pattern. Blue rectangle, red circle. Blue rectangle, red circle. ده كمان يعتبر pattern. So, we can see the shapes in these patterns and think about that the next shape. يعني بنبص على الشيبس اللي موجودة دي وبنقعد نفكر يا ترى ايه هو next shape المفروض يكون مرسوم. We can see the shapes in these patterns and think about what the next shape will be based on what we notice. يعني بننظر للأشكال دي وبنبدأ نفكر ايه هو الشكل اللي المفروض يبقى موجود بعد الشكل اللي مرسوم دلوقتي طبقا للرول اللي موجودة في الباترن ده. We could write a rule for this first pattern that would be described. That would describe what was happening. For example, the rule for the first pattern would be blue square, red circle, green triangle.
This is the rule. يعني القاعدة بتاعت الباترن الأولاني عبارة عن إيه؟ مربع أزرق، دائرة حمراء، مثلث أخضر. Blue square. ها red circle. Green triangle. هي دي الرول اللي بيمشي بيها. أما لما يتكرر مرة واثنين وثلاثة يبقى ده كله على بعضه اسمه pattern. So what would the rule be for the second pattern؟ يا ترى السكند باترن ده ممكن نقول عليها ايه الرول؟ مين يقول لي؟ استني اسمع منكم. Well done لكل اللي كانوا بيسمعوني دلوقتي وقالوا blue rectangle red circle. Blue rectangle red circle يعني الباترن عندي الرول بتاعته ان في عندي مستطيل ازرق ودائرة حمراء. Blue rectangle red circle. Good. Rules describe what is happening in the pattern. يبقى الرول دي عبارة عن ايه؟ القاعدة بتاعتي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انها بتوصف لي ايه اللي بيحصل في الباترن. They help us to know how to be continue the pattern. The same thing can be done with numbers. I'm going to write some numbers on the board. See if you can determine which number will be next in the pattern. يعني التيتشر في الكلاس هيبدأ يقول لي الولاد أنا هكتب مجموعة من الأنماط على البورد وهسيبكم تفكروا كويس جدا يا ترى إيه هي الأعداد التالية اللي أنا ممكن أكتبها في الباترن ده. خلاص إحنا اتفقنا إن تعريف الرول دي إيه؟ الرول عبارة عن describe what is happening in the pattern. Describe what is happening in the pattern. So our pattern is 0, 10, 20, 30, 40, excellent, 50, 60. Yeah, the next two numbers in the pattern would be 50 and 60. Raise your hand if you think that you can explain the rule for this pattern. لو انت عارف. طبعا التيتشر هو اللي بيقول الكلام ده انسايد كلاس، بيبدأ يخلي الولاد تشارك وبيقول لهم اللي عارف يستخرج الرول من الباترن ده يرفع ايده. Raise your hand يعني ارفع ايديكو if you think that you can explain the rule for this pattern. The rule is a طبعا لو الولاد حد فيهم جاوب وقال ان احنا بنعمل skip counting by 10 or add 10 every time يبقى هو excellent، برافو عليه، لازم نديله التعزيز المناسب ليه ولازم نكون supported all the time for engagement، يعني نشجع دايما ال engagement اللي هي المشاركة الفعالة، سواء في مجموعات بتبدأ تفكر مع بعض، سواء انا شغالة في partners، سواء انا عاملة نشاط ومقسمة عليهم ان هم يكتشفوا، سواء انا محددة لهم خطوات النشاط قبل ما نبدأ وقايلة لهم عليه. ايا كان الاستراتيجي اللي التيتشر شغال بيها انسايد كلاس لازم يكون في دايما فيدباك اول باول للولاد واستجاباتهم ويرد عليهم ويقول لهم الاجابه ويقول لهم الاجابه بتاعتكم دي اكسلنت، برافو عليكم، ويل دان، فيري جود، ويبدا يشجعهم ان هم يستمروا يجاوبوا معي. طيب لو هم بعدوا قوي عن الموضوع وما قدروش يوصلوا ان الرول ان احنا بنعمل سكيب كاونتنج باي 10 لازم يوصل معاهم ويقول لهم yes the rule for this pattern is skip counting by 10 or adding 10 each time يعني بزود 10 كل مرة. Remember that the rule tells us what to do to continue the pattern. Let's try a few more. يعني الرول دي بتعرفنا احنا هنعمل ايه في الباترن وتعالوا نجرب كمان مجموعات كتيرة من الباترنز علشان نتدرب اكتر. Look at this pattern. The rule here is add 5 each time. لما يكون كاتب لي كده plus 5 معناها add 5 each time. يعني كل مرة هنعمل plus 5, plus 5, plus 5. 0 plus 5 equals 5. 5 plus 5 equals 10. 10 plus 5 equals 15. 15 plus 5 equals 20. 20 plus 5 equals, well done, 25. 25 plus 5 equals 30. Excellent. شايفين الاموشن هنا فرحان ازاي؟ مكسر الدنيا عشان انتوا بتجاوبوا شطار. طيب انا عندي هنا 20. In this pattern the rule is add 2 each time. يعني كل مرة هنعمل plus 2. 20 plus 2 equals 22. 22 plus 2 equals 24. 24 plus 2 equals 26. 26 plus 2 equals 28. 28 plus 2 equals, excellent, well done, equals 30.
30 plus 2 equals 32. اللي هنا ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان انا ببدأ اركز كويس جدا في النمبرز اللي موجودة قدامي وابدأ اكتشف الرول بتاعتي عبارة عن ايه. هو ساعدني هنا في اول 2 examples عندنا وقال لي ان الرول بتاعتنا ان احنا بنعمل في اول مرة adding 5 each time وفي المرة التانية adding 2 each time، يعني كل مرة زود 5 وهنا قال لي كل مرة زود 2، فبالتالي انا قدرت اكمل الباترن بتاعي بسهولة جدا. تعالوا نشوف مجموعة جديدة من الباترنز موجودة عندنا في الستودنت بوك اللي هو كتاب الطالب lesson 74 apply. Complete the number pattern, write the next two numbers in the pattern. ده موجود عندهم كده في كتاب المدرسة بنفس الشكل، بيقول له complete the number pattern يعني كمل الباترن ده واكتب العددين التاليين في الباترن اللي موجود قدامك. وطبعا مديله مساعدة في الكتاب ان هو قايل له الرول، الرول بتاعتنا بنعمل plus 2 يعني adding 2 each time، بنزود 2 كل مرة. 2 4 6 8 after that well done 10 after that excellent 12 another pattern 0 3 6 who can tell me the rule؟ مين يقدر يقول لي القاعدة اللي بنستخدمها هنا؟ يا ترى ايه اللي بيحصل لو حد من الستودنت قال لي add 3 each time او بنزود 3 او احنا عملنا counting up 3؟ كل ده مظبوط. طبعا انا عندي 0 plus 3 equals 3 plus 3 equals 6 plus 3 equals 9 9 plus 3 equals excellent 12 12 plus 3 equals 15 10 plus 5 equals 15, 15 plus 5 equals 20, 20 plus 5 equals 25, 25 plus 5 equals 30, 30 plus 5 equals 35. Another pattern. هنا الباترن بادئ عندنا ب 20. نبدأ نكتشف نشوف مين العدد اللي بعده 30، طب مين العدد اللي بعده 40؟ يا ترى ايه اللي بيحصل هنا؟ الزيرو اللي موجود في الوانس زي ما هو والديجيت اللي موجود في التنس كل مرة بيزيد بقيمة 1، يعني 2 زادت بقت 3 و 3 زادت بقت 4، بس 1 فين؟ 1 في التنس. طب ال 1 اللي في التنس ده الفاليو بتاعته ايه؟ الفاليو بتاعته 10، يعني احنا each time we will add 10. Each time we will add 10. This is the rule. So we can easily complete the pattern. 20 plus 10 equals 30. 30 plus 10 equals 40. 40 plus 10 equals 50. 50 plus 10 equals 60. 60 plus 10 equals 70. The second pattern we have 5, 7, 9, 11. What happens? After 5 we have 6, 7. We count up 2 numbers. So we will add 2 each time. يعني هنزود 2 كل مرة. الرول بتاعتنا ان احنا بنعمل plus 2 كل مرة. 5 plus 2 equals 7. 7 plus 2 equals 9. 9 plus 2 equals 11. 11 plus 2. After 11. 12. 13. 13 plus 2 equals 15. Another pattern, 12, 14, 16, 18. Can you tell me the rule? Yes, we add 2 each time. After 12, we have 13, 14. So we counting up 2 numbers. يعني احنا عملنا عد القاعدة يعني احنا هنا عملنا عد القاعدة بعد 12 عشان نشوف هو زود كام. بعد 12, 13, 14 فعدنا رقمين بس، ده معناه ان احنا بنعمل plus 2 each time، يعني بنزود كل مرة 2. 14 plus 2 equals 16, 16 plus 2 equals 18. طب لو انا عايز اجيب العدد اللي في الباترن اللي على الدور هنقول 18 plus 2. 18 plus 2 equals 20. 20 plus 2 equals 22. The last pattern here, 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12.
12 plus 4 equals 16. 16 plus 4 equals? Who can tell me? After 16 we have 17, 18, 19, 20. عدينا 4 بعد 16 لأنه كل مرة بيزود 4 لقينا العدد 20. مطلوب مني كمان أعمل counting up 4 numbers after 20. After 20 we have 21, 22, 23, 24. So, the number is 24. ده كان آخر إكزامبل معانا النهاردة في درس الباترنز. طبعاً لسه سلسلة دروس منهج رياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي ترم تاني مكملة معاكو. لسه مكملة سلسلة فيديوهات الصف الثاني الابتدائي، واللي بيتفرج عليا لأول مرة وما اشتركش في القناة ينزل يضغط على زر الاشتراك دلوقتي حالاً، ولو عجبك فيديو النهاردة حط لايك للفيديو وشير للفيديو للقناة علشان يستفيد أكبر عدد من الناس علشان يستفيد أكبر عدد ممكن. وكمان ما تنسوش تضغطوا على الجرس وتختاروا الكل علشان تكون مشترك فعلي وتوصلك جميع الإشعارات. شكرا جدا لأنكم سمعتوا الفيديو للنهاية. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، وما تحرمونيش من تعليقاتكم اللي بتشجعني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.